مرحبا طلابنا، شلونكم؟ طبعا نذكركم يوم الاحد مثل كل مسيره طلابيه يوم وزاره التعليم العالي الساعه 10. حسن الحظ انه هذا اليوم راح يصادف يوم المراه العالمي اللي راح يكون في تنسيق مع المنظمات الدستوريه لمشاركتنا بهذه المسيره. حدثنا في اتحاد الطلبة وهي المنظمات النسوية على ود مسيرة الأحد، حنتشرف بوجود الناشطات المدنيات ومسيرتنا الطلابية ثابتة ووجود مفرزة طبية للتحليم والوقاية من مرض الكورونا يوم الأحد هاشتاج يوم الثار. بعد ما تنتهي المسيرة حتكون هنا أمور مهرجان تكريمي لدور المرأة في المظاهرات بصورة خاصة والمرأة العربية بصورة عامة هنا جوا النصف. بعد ما تنتهي المسيرة راح يكون هناك فريق طبي للوقاية من مرض كورونا. تدرون احنا كل احد لحد مالتنا ما يوقف لا شيء ولا كورونا ولا مرض ولا لحد مالتنا، منتظركم ان شاء الله.